الأستاذة هند بقى بعد الترحيب مرة كمان، وهو إنه منين بايدن بيقدم مبادرة للهدنة وللسلام، ومنين الكونجرس بيدعو بنيامين نتنياهو؟ مصر واقفة مع الأردن دلوقتي بتقول إحنا لازم نعمل مؤتمر دولي علشان نقدر ننقذ أهل غزة، قبل كده إحنا عملنا قمة القاهرة للسلام، فالمساعي المصرية مستمرة، ولكن هناك مقاومة عنيفة ضارية من الكونجرس الأمريكي. تشوفي المشهد ده إزاي؟ طبعا هو بالنسبة لي موقف الولايات المتحدة الأمريكية متوقع جدا، يعني فكرة أن هناك رسائل وتصريحات ومبادرات يعني سياسية تصدر من بايدن من بلينكين، ده أمر طبيعي لامتصاص الغضب العالمي. لكن على أرض الواقع هي بتدعم إسرائيل في مهمتها اللي هي الظاهرية، القضاء على حماس، الباطنية أو الغير معلنة تهجير سكان قطاع غزة. هذا الأمر واضح. فكرة أن بايدن حاليا بيطالب بعقد هدنة وليس وقف لإطلاق النار، لأنه لم يعد هناك أفق للقتال في قطاع غزة مع اقتراب الانتخابات، بمعنى أن كل يوم قتال، كل يوم عدد كبير من الفلسطينيين بيستشهدوا، ده يمثل ضغط على الديمقراطيين في الانتخابات القادمة. بايدن عايز يوقف المجزرة دي، ليس حبا في الفلسطينيين ولكن لإنقاذ الديمقراطيين. لماذا؟ حتى يتثنى لهم تهجير الفلسطينيين، بمعنى أنه لم يعد هناك حلول في قطاع غزة إلا التهجير. انتهى كل شيء، هو قضى على كل سبل الحياة، لن يكون هناك إعادة إعمار وفقا للاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية، وبالتالي يعطي مساحة لإسرائيل لفتح جبهة أخرى إسرائيل تستعد لها الآن. يعني إسرائيل في الوقت اللي احنا فيه ده، منذ أكثر من شهر أو من الجولة الأخيرة للمفاوضات في القاهرة، كانت إسرائيل تستعد لفتح جبهة الشمال مع حزب الله. هذا لابد أن يحدث قبله هدنة لتحييد قطاع غزة، أو يعني ما يطلق عليه فك ارتباط الساحات. وهذا يحاول بايدن هندسته بطريقة ما، بمعنى أن إسرائيل ما تحاربش كل الجبهات دي مرة واحدة، ما يضطر أمريكا وبريطانيا للإنخراط الكامل في الميدان، ويصبح هناك حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط لها محاور متعددة، فتتحول الصين وروسيا لدعم محور إيران بشكل كبير، فتتورط الولايات المتحدة الأمريكية. المقابل أن هم في كل مرحلة يحيدوا باقي الجبهات على أساس أن إسرائيل تحقق ما تريده. لن تحقق إسرائيل انتصار ميداني بالمناسبة، ما بيعرفوش يحاربوا اليهود تاريخيا، ما بيعرفوش، فبيعملوا إيه؟ بيدمروا، يصبح القطاع غير قابل للحياة، وقتلت يعني عشرات الألاف من السكان. ده برضو اللي بيحاولوا يعملوه في لبنان. لكن فكرة أن أمريكا تريد وقف إطلاق النار، أمريكا قالتها مرارا وتكرارا لن يحدث وقف دائم لإطلاق النار. ايه اللي احنا ممكن نعمله كمصر؟ اللي احنا نقدر نعمله، مصر بتحاول يعني بكل الطرق، ولكن في النهايه انت مش بتواجه اسرائيل، انت بتواجه اسرائيل وامريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وكتير من الدول. صح. وحركات بقى معروفه وحركات بتاعت مؤامره كبرى. في النهايه لازم يكون في تكتل، تكتل تقدر من خلاله تضغط على مصالح الدول الداعمه لاسرائيل. قلنا ده من اول يوم، ان الدول العربيه مجتمعه، لابد ان يكون هناك مجموعة من القرارات التصعيدية، تعليق المصالح الاقتصادية للضغط على الدول الداعمة لإسرائيل. ده من أول يوم قلناه، محدش عمل كده وسابوا مصر بتواجه، والكل بيطالب مصر، في حين إن إحنا قبل الحرب كله بينافس مصر على دورها في منطقة الشرق الأوسط. النقطة الثانية نتكلم أو نحاول، طيب بلاش الضغط الاقتصادي، في دول بتخاف من أمريكا، تمام؟ نعلق مشاركتنا في الأمم المتحدة كنوع من الاعتراض على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المنظمات الدولية. لا، مصر تتحركي. طب مصر تتحرك، أنا من وجهة نظري أن مصر تتحرك تجاه الدول المؤثرة على المحيط العالمي زي روسيا والصين. الرئيس كان في زيارة للصين، وأنا متأكدة أنه هو أكيد ناقش الموضوع طبعا ده مع الصين. روسيا أيضا على تواصل دائم مع مصر. في بعض الدول كالجزائر وغيرها لديهم علاقات مع المحور الصاعد، هي دي الدول اللي تقدر تضغط من أجل الملف الإنساني. الوقت ده مناسب للضغط ليه؟ لأن أمريكا أو الحزب الديمقراطي في أمريكا عنده فوبيا حاليا من تداعيات الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة على صندوق الانتخابات، خاصة بعد يعني أن أصبح المرشح دونالد ترامب أوراقه أفضل بعيدا عن القضايا اللي عمالين يلفقوها له. هو ده الحل الوحيد. لكن فكرة أن أمريكا لو ما عندهاش انتخابات، هي كانت هتسيبهم لحد ما يجوعوا لسبب.
يعني أكتر حد استفاد من تجويع الفلسطينيين أثناء الحرب كانت أمريكا، لأن ده أعطى شرعية لبناء القاعدة العسكرية اللي هي يعني شكليا بيقولوا إن هي رصيف بحري لإدخال المساعدات. لكن الوضع سيء جدا، ولا يوجد أفق بالنسبة للإسرائيلي أو الأمريكي لوقف الحرب. هم فقط يريدون مرحلة الحرب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية مجتمعة بأقل الخسائر.